البطاطا دي اتعملت ازاي؟ انا قشرت البطاطا، بعد كده رحت مقطعاها مكعبات، تبلتها بملح وفلفل وزيت زيتون، حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180 يعني لغاية ما قعدت تلت ساعة غالبا. اوكي، اوكي، دلوقتي هنحط بقى كل المكونات. فلفل انا احمر. مقطعة فلفل احمر وفلفل اخضر وفلفل اصفر، كل مكعبات. وبعد كده هنحط عليها الذرة، بقولك ايه، دي بتغلي نخليها توطي. توطى. اوكي، انت مش عايزاها تغلي خالص؟ ها، انا عايزاها تبقى براحتها، كريمة دايما مش بتخليها تغلي، لازم تحطها على نار هادية. بعدين هتسي اللي هي زي الفول دي، اللي اسمها ايه؟ الفاصوليا حمرا. اوكي اوكي، دلوقتي هنحط بس بصل اخضر. هتحطي بشراشيبه ولا من غير؟ انا بحب الاخضر، الحتة اللي في الاخر دي يعني. وبعدها بعد كده هنعمل الدريسنج، ممكن ال بتاعت الدريسنج اوكي، بتاعت الدريسنج اللي هي ايه؟ هعمل دريسنج فيدي. اوكي، نحط كل البصل. نقلب ولا لا، ما بس نقلبش؟ بس ماشي، دي بتغلي برضو الحقي؟ لا كده مش بتغلي، كده مش بتغلي؟ كده بتعمل بص فكك يعني، انت قلتي فقاقيع عليها كل فين ما نحطش وفين. اللحمه يعني؟ استنى شويه، طيب كده هنحط كزبره. اوكي، بعد كده دلوقتي هنعمل الدريسنج، ماشي، اللي هو الصوص بتاع ال الصوص بتاع السلطه. اوكي، الصوص بتاع السلطه عباره عن معلقتين كبار، معلقه، احنا قلنا ايه، 2 معالق كبيره عسل، او ممكن معلقه كبيره على حسب الناس بتحب ايه الطعم. اوكي، ومستردة. ما مستردة، عايزين تستخدموا مستردة عادية، مستردة اللي هي ديجون ماسترد، اي حاجة. اوكي، نقلبهم الاول مع بعض شوية. بعد كده عندنا ليمون. اوكي، يعني معلقة، 2 معلقة عصير ليمون، ممكن يعملوا 2 ليمونة بس، اوكي برضو انا بحب ادوق وانا شغالة علشان اقدر اعرف كده تمام ولا لا. ده الدريسنج بتاع السلطة. اخر حاجة خالص زيت الزيتون وشوية ملح وفلفل. لا لغاية ما تقولي كفاية. اوكي بس، ادي شوية ملح وادي شوية فلفل. هي فكرتها ان البطاطا بتبقى طالعة سخنة من الفرن، فبتبقى بطاطا سخنة كده في السالاد، بتبقى حلو. ممكن دلوقتي بقى نحط ال طب حط اللحمة بالحاجات اللي عليها، بالثوم، كله بكله، كله مش بالصوص. بالصوص. الصوص مهم جدا، اوكي، لو نزل صوص. هو ده نزل طبعا. ونسيبها بقى ونعلي النار؟ لا والله انت هتقعد ساعة كده. لا لا خالص، انت مش درجة يعني، ما اقلبهاش ولا عليها. حاجة، اسيبها. لا انا محتاجة ان هي تتقلب، ممكن تقلبها بال اوكي ماشي، قلبتها هناك. انا. ماشي، طيب هنحط بقى دلوقتي الدريسنج ده كله، هو لازم يبقى تقيل كده تحس. اوكي، حطه كله على السلطة. نقلبها كلها، لو في معلقة اكبر عندك. وكده خلصنا السلطه. في الاخر بس اهم حاجه لسه ما حطيناهاش، البطاطا. البطاطا تتحط في الاخر وكده خلاص، خالص. سيبيها في البوله دي. اوكي، انا نروح نشوف كابتن حيدر بيعمل ايه. اوكي، انتوا بتعملوا ايه؟